برحب بكم من جديد في الجزئية الثانية من وطن الجماري، وسعيدين جدا انه يكون معنا ضيفنا من داخل الاستوديو. عاش رحلة طويلة جدا ما بين اسبانيا وبيروت ولندن وامريكا. اتخصص في العمل الخاص وفي العمل العام وفي العمل الطوعي. سعيدين جدا انه يكون معنا الاستاذ وسعادة السفير نجيب الخليفة. مرحب بك. الله يبارك فيك، مرحب بكم وشكرا، وسعيد أكون معكم وأحيي مشاهديكم ومستمعيكم وشكرا جزيلا حبابك. مرحب بك كثير أستاذ نجيب، وخلينا نبدأ بداياتنا من بداياتك في بيروت و75. أكيد رحلة طويلة لحد ما رسيت أخيرا على أرض الوطن. نعم. أوكي. طيب أنا حقيقة دائما بقول إنه أنا طلعت من السودان في سن مبكرة جدا، يعني بعد المدرسة الثانوية، وقررت إني ما داير أقرأ الجامعة في السودان، وأهلي دعموني، يعني مشيت الجامعة الأمريكية في بيروت. طيب. قضيت فيها سنتين، كانت من أجمل الفترات اللي قضيتها في حياتي. يعني بتذكروا الناس في السبعينات بيروت دي كانت مركز إشعاع ثقافي طبعا، وحاجة جميلة جدا جدا. بيروت تكتب، والقاهرة تطبع، والخرطوم تقرأ. نعم. أنا كنت بقرأ من بيروت مباشرة قبل ما أتصل هنا. نعم. فكانت فترة جميلة جدا جدا، لكن لسوء الحظ ما استمرت. بعد سنتين فيها قامت الحرب الأهلية هنا. نعم. وأنا كنت سعيد جدا وما أقدر أطلع منها كله. يعني أذكر أنه أنا من أواخر الطلبة اللي طلعونا بالمدرعات والدون المطار وكذا، وقالوا لنا كل زول يتصل بالسفارة الأمريكية في بلده. خي. وطبعا جيت وحايم، يعني مسألة إنه أرجع وواصل دراسي ما فكرت فيه. اتصل بي السفير الأمريكي شخصيا، الحمد لله على السلامة، وتجي السفارة. ودلوقتي الجامعة الأمريكية في بيروت دي تعتبر أكبر جامعة عريقة. نعم. في خارج أمريكا يعني، ولك الخيار تمشي لأي جامعة عايزة في أمريكا وكده. عندي صديق قال لي يا أخي في جامعة أمريكية في إسبانيا. طيب. وكنت معجب جدا بمصارعة التيران ورقص الفلامينكو داك وكده. أيوة. فقررت أمشي الجامعة الأمريكية في إسبانيا، رغم أنها كانت غالية شوية، لكن كويس أنه قريت السنة الأولى، بعد ذلك أخذت منحة دراسية خلصتها، فقريت سنتين في إسبانيا. الجامعة ذاتها أدتني منحة، مشيت عملت ماجستير في فرنسا وواصلت، ومشيت أمريكا قلت أعمل بي اتش دي. يعني تخيل أنه ده الطريق، يعني خلصت مرحلة تمشي المرحلة اللي بعدها وكذا. لظروف أسرية يعني وكذا اضطريت أرجع السودان. نعم. وحسيت بالندم، قلت تاني انا ما حطلع من السودان كله. لما رجعت كان سنه كم؟ 79. الحقيقه انا في واشنطن، يعني قدمت للبي اتش دي للدكتوراه في جامعه جورج واشنطن، وشاءت الظروف انه اقدم للبنك الدولي واخذوني طوالي. طيب. لكن كان في ظروف اسريه هنا اضطرتني ارجع. وبما انه كان عندي قبول للدراسه وكذا، فقلت لهم حامشي اخلص حاجاتي في السودان بجيكم. طيب. فقاموا قال لي يا اخي اشتغل في اي واحده من المنظمات الدوليه دي، لو جيتنا بنديك كمان عرض احسن. جميل. فجيت الاشياء رجعت لها في السودان كانت انتهت، ففكرت ارجع ثاني واشنطن، وقلت اجرب اشتغل في الامم المتحده فتره صغيره، اخذ شهاده خبره وارجع واشنطن، يعني البنك الدولي وكذا. يعني عادة زي 3 شهور كده. طيب. فالثلاثة شهور دي استمرت أكثر من 30 سنة. اشتغلت في 6-7 دول في مواقع مختلفة، يعني لحد ما طلبت المعاش المبكر سنة 2010، يعني بعد 30 سنة خدمة وكده، لظروف ولدي كان عياه، واضطريت أوديه هو والأسرة، كان بيتعالج في بريطانيا. نعم. واستمريت في بريطانيا، معاي صديق محامي معروف يعني في بريطانيا، أسسنا شركة بتشتغل في مجال الرعاية الصحية والمستشفيات وكده، وعندها جزء تاني بيشتغل في مجال الزراعة الصحراوية، ده كمان موضوع كبير تاني. فما كان عندي خيار غير أنه أخلي أسرتي تقيم هناك عشان يكونوا مواطنين بريطانيين. نعم. رغم أنه أنا في داخلي يعني السودان ده ما ببدله بأي دولة تانية. نعم. فالحمد لله يعني تم ما سعينا إليه يعني. وبنهاية الولد ذاته كان مصاب بالسرطان وكده، تعافى الحمد لله. شاءت الأقدار في سنة 2018
ويسقط نظام الغاز القمعي. أنا عندي مشكلة مع الدكتاتوريات فقررت أجي راجع السودان نهائي. جيت هنا مع بداية الثورة وقعدت زي 8-9 شهور ورجعت تاني يعني أخليت طرفي من هناك وجيت لي أسابيع راجع نهائي السودان. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويبارك فيك. عندي ولدي أولاد ذي الله إنهم عاشوا برا شوية فالعربي بتاعهم يعني زي عربي جوبا كده أشبه فبيستعملوا الكلمات. فسألوا صديقه وقال له يا أخي أنت جيت اسمه أشرف ولدي جيت إجازة؟ قال له لا أنا جيت أساعد أبوي لأنه هو جاي السودان مؤبد ودلوقتي أنا مؤبد. إن شاء الله ربنا يديك طول العمر خلي لك أولادك وحبابك أكيد في بلدك. ودارين نتكلم عن شغلك في المنظمات الدولية أكيد أضاف لك كثير من الخبرة وكثير من الحنكة في التعاملات. الاستفادة وبما أنك أنت جيت خلاص مستقر في السودان ومؤبد زي ما بقوله أنت أكيد عندك طريقة بتاع التفكير للحياة في السودان وتفاصيل أنه السودانيين كيف يستفيدوا من خبرة السنوات الطويلة اللي أنت اشتغلتها في المنظمات خاصة بعد سقوط النظام السابق. نعم هذا سؤال مهم جدا جدا. العمل في الأمم المتحدة يعني فيه تحديات كبيرة جدا لكن عمل جميل ومتنوع متشكل وكده. وانت في المنظمة دي تصور انه يكون معاك زي على الاقل 50-60 جنسية مختلفة من زملائك يعني اول حاجة فلازم تكون في طريقة للتعامل. الحاجة المهمة جدا جدا انت لما انت تشتغل في كبروفيشنال يعني في الأمم المتحدة لازم في قسم تحسب ولا اكل المنظمة. وبالتالي الحيادية التامة. نعم. يعني مسألة أنت سوداني ما بعرف هلالابي تكون لازم ينتهي وتتعامل مع الأشياء بحيادية شديدة جدا جدا. هي بتبين لنا حاجة بسيطة لكن حاجة صعبة يعني. يعني مرات يكون موضوع بهمك جدا جدا لكن أنت لازم تتعامل معه يعني بحيادية تامة. أنت ما سوداني دلوقتي دي قضية لازم تتعامل بالصورة دي. زي ما ذكرت لك أنا اشتغلت في 6-7 دول يعني. والدول مثلا زي السودان إقليم دارفور يختلف عن شرق السودان عن جنوب السودان وإلى آخره. فالواحد يعني قدر يتعامل ويتعايش مع ثقافات كثيرة وثقافات مختلفة. فبمرور الأيام والخبرة بتلقى روحك أنت يعني المسألة بالأول تكون صعبة يعني اللغات الثقافة المختلفة وكده لكن الإنسان عنده قدرات داخلية لمن يلقى روحه في الوضع ده بيقدر يتكيف معها يعني. وأنا كان عندي حاجة دائما يعني أنا اشتغلت في المكاتب الإقليمية الاثنين يعني 12 سنة وراء بعض. اشتغلت 5 سنين في المكتب الإقليمي للشرق وجنوب أفريقيا يعني من الصومال لحد جنوب أفريقيا مسؤولين من 23 دولة. طيب 5 سنين بعدين 8 سنين في عمان في الأردن المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والشغل في المكتب الإقليمي دي زيارات مستمرة للدول دي. فأنا كان عندي دائما يعني لمن أمشي لأي دولة بعد ما قابل الناس في المطار وكذا السواق بيوديك المطار. طيب. دائما بقول لي وديني السوق الشعبي. عشان أشوف الناس عايشة كيف. وبعدين برضو بحب. تتعرف على ثقافة البلد. بحب الأناتيك والكذا فبمشي أشوف إنه الناس عايشين كيف. جيت زول أتكلم معه وقل لي بتاع ركشات والناس معه. لأنه المسألة بتاعت إنك أنت جاي لاجتماع وقاعد في هوتيل 5 نجوم يعني ما بتكون حسيت بإنك أنت شفت البلد. فدي يعني يمكن برضو أتاحت لي فرصة إنه الواحد يتعرف على حاجات كثيرة جدا جدا ومؤكد دي بتفيدك في حياتك العملية وما بعد العملية يعني. نعم. طيب أسي حاليا بعدد سنوات الخبرة 30 سنة في العمل الطوعي كيف شايف روحك بتقدر تخدم الوطن؟ ده سؤال برضو مهم. أنا اشتغلت في اليونيسف. طيب باختصار يعني الأمم المتحدة دي كلها بمجلس الأمن حاجة واليونيسف دي حاجة مختلفة. طيب اسمها grassroots organization يعني متجذرة البرامج الاهتمام للناس في الأرياف وعملها بسيط جدا جدا رعاية الأمومة والطفولة. ولو مشيت كل القرى البعيدة دائما تلقى اليونيسف. نعم. لو بنتذكر كلنا زمان كان بيجوا يطعمونا من شلل الأطفال والمسائل دي وكده. اليونيسف. نعم. اليونيسف شغلهم كبير معروف. فلذلك يعني الشغل ما السياسي والاجتماعات والكده الناس يعني على احتكاك بالناس وكده.
الشغل اليونيسيف انا دائما بقولهم هي ما جمعيه زي الجمعيات الخيريه وغيره، دي مؤسسه بتشتغل في التنميه الاجتماعيه لرفعه المجتمع، يعني من ناحيه تعليم وصحه والى اخره. فالشغل ده مفيد، لكن بنشتغل مع المنظمات الطوعيه. ممتاز. اي وهكذا. فلذلك يعني من السهوله انه الواحد يشتغل في العمل الطوعي يعني. جميل. استاذ نجيب الخليفه حنرجع لك، لكن خلينا ناخذ فاصل قصير ونرجع نواصل معاكم مشاهدينا الاعزاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الناس المتابعيننا كلكم، الكلام جاي مهم شديد. الكورونا دي جات البلد وخلاص، العالم كله اقتصاديا انتهى، والناس ما قادرين يمرقوا ولا قادرين يفوتوا، بقى أمر واقع. يعني بقيت قلت كذابين ولا ما في، صح الكلام ده ما تسمعوا كذا، بكثر الناس بيفجوهم في الجيغ البيض، ما في كلام. الناس تركز في الموضوع ده، لكن الناس يقولوا حل خلاص تحصين، اتحصنوا ضد الموضوع ده، اطعموا، جابوا لكم دراعتين. يا اخواننا الناس ما تقول الكلام ده كذب، مو كذب، الكلام ده صحيح. خلاص انت ما تلتزم ما تعمل شيء، جابوا لكم حاجه مجانا، لا قرش، لا تعريفه، لا قالوا لكم ادفعوا، لا قالوا لكم سووا. يا اخواننا بالتعاون مع اليونيسيف، واليونيسيف دي عارفينهم لا بكذبوا لا بغشوا ولا عندهم عوض، جابوا لكم المصل ده وقخته عندهم وقالوا مجان تمشي تطعم، عندك جرعتين، الجرعه الاولى تاخذها، بعد فتره تاخذ الجرعه الثانيه، تمام؟ جابوا مردم قاعد. يا اخي المشكله بتبقى وين؟ الناس ما ماشيين يطعموا، ما اشتغلوا بالموضوع. ثم ثانيا الحكايه دي عندها مده محدده بتقعد فيها، بعدك بتتلف منها وليها. ناس منظمة الصحة العالمية إن بقيتوا أنتم ما استعملتوا اللي عندكم دي ما بجيبوا لكم جديد، نمرق بقد الكفة، الكلام ده عيب علينا. إن بقيت دائرة تبقى كويس ودائرة تتحصن ضد المرض، الوقاية خير من العلاج، أمشي الطعم وأبقى مالي، ودعناكم الله والرسول. طيب دي كانت تفاصيل بسيطة عن مرض كورونا. خلينا نتكلم عنه أستاذ نجيب خليفة. يعني ده برضو من الشغل الطوعي اللي انت اشتغلته في إطار التوعية للمواطن. نعم نعم. الحقيقة وأنا في وجودي في بريطانيا بعد ما يعني تقاعدت وعندي الشركة دي يعني عندي وقت كفاية، ففي سيدات فاضلات جدا في بريطانيا درسوا، جزء منهم درس في جامعة الأحفاد وجزء منهم رسلوا بناتهم يدرسوا في جامعة الأحفاد، وبالتالي يعني تعرفوا على الثقافة بتاعت المدارس وجامعة الأحفاد. والرسالة بتاعت مؤسسة الشيخ بابكر بدري بحق المرأة في التعليم، الفتاة في التعليم، ولا تحرم التعليم بسبب الماديات يعني. فكان عندهم شعور برد الجميل، خلينا نقولها، واشتغلوا على هذا الأساس. أنا بحكم طبيعة شغلي فنظمناهم، عملنا لهم مجلس أمناء من الأعيان هناك في بريطانيا برئاسة أخونا الكبير العزيز حسن تاج السر والأستاذ أحمد بدري وعدد من الأطباء، وعملنا لهم برضو أعضاء شرف لحماية العمل ده، لأنه مثلا جمع التبرعات وكذا الناس بتتساءل القروش دي وين، فلازم يكون في الواجهة في حاجة يعني. فالبروفيسور قاسم بدري والسيد أنيس حجار وزميلتكم الإعلامية زينب بدوي اللي هي حفيدة الشيخ بابكر بدري. طيب بدأ العمل مع السودان مع ظهور جائحة الكورونا في سنة 2019-2020. نعم. فجالي في قطر جمعوا قروش وكانوا عايزين يرسلوها لوزارة الصحة هنا. نعم. لكن اصطدموا بالمشكلة بتاعت المقاطعة والعدم سهولة التحويلات وكده. نعم. فواحد اتصل قال لهم اتصلوا بنجيب بحكم شغلي في اليونيسيف والمكتب الإقليمي والدولي وكده عشان نحول القروش ده عن طريق اليونيسيف لوزارة الصحة. فقمت قلت لهم الحقيقه اليونيسيف دي منظمه دوليه يعني تنمويه، ما صرافه يعني، ممكن تديهم قروش في بلد عشان يدوك لها في البلد الثاني. ثانيا انه لو توصلت القروش دي كاش عظم دولارات الوزاره هتعمل شنو؟ لانه الحوجه للمعدات بتاعت الكورونا وكذا برا. ف
فانتوا اللي اشتريتوا حاجه، انا ممكن اكلم ناس اليونيسيف يوصلوها، لان الوقت ذاك الدنيا مقفله والدنيا مقفله بالضبط كده. ففقط كان يعني مشيت زميلنا مدير اليونيسيف راجل فاضل جدا اخونا عبد الله الفاضل، فوافق بصوره استثنائيه اشتروا الاجهزه بتاعت الوقايه اللي اسمها بي بي ايز، واستاجرنا طياره من اليونيسيف وجبناها السودان. بعدها مجموعتنا السيدات الفاضلات ديل في لندن برضو حاول يدعموا الوزارة، فقمنا اتفقنا اشتغلوا مع نقابة الأطباء لأنه ده مسألة فنية طبية، يشوفوا الحوجة شنو بتاعت الوزارة. فقالوا الحوجة عايزين أسطوانات أكسجين، الواحد في المناطق الحجري دي ما في علاج لكن بيدوك أكسجين ده يكسير الحياة يعني. فواصلوا والحقيقة اشتروا كمية ضخمة جدا من أسطوانات الأكسجين. واجهنا المشكلة بأنه ما في سفن شغالة وما في زول عاقل بيشحن أسطوانات بالطيارة. نعم. فلجأت تاني لأخواننا زملائنا في اليونيسيف للمساعدة. فيعني قصة طريفة، لكن المهم في النهاية وافقوا كتر خيرهم، وجبنا للسودان 420 أسطوانة أكسجين. السنة اللي فاتت سلمناها لوزارة الصحة الاتحادية. وفي النقاش ده يعني عرفت منهم، لأنه أنا الوقت ذاك ما كنت عايش في السودان، يعني الحوجة شنو لأسطوانات الأكسجين دي. فقال لي المسائل اللي عملوها الناس اللي فاتوا ديل يعني الانغاز ديل، إنه جففوا المستشفيات شالوا أسطوانات الأكسجين كلها أخذتها في مستشفياتهم الخاصة. يجيك مريض صحيح لما تمشي تجيب الأسطوانة وتحس تدفع الأمانية يكون الزول مات. كانت الحاجة المزعجة بتقول لي يا أخي عدد السيدات اللي بتوفوا في الولادة، من ولادة متعسرة وكل اللي بدون له اكسجين عشان يقدروا يطلعوا الجنين يعني. نعم. بالعشرات بيموتوا، الاطفال اللي بيولدون بيخدوهم في الحاضنات دي ما لاقي لهم اكسجين، فالحمد لله يعني دي اكتمت. فدلوقتي الخطوه الثالثه شغالين في دعم حمله وزاره الصحه الاتحاديه للتحصين. جميل. طيب خلينا نتكلم عن محور آخر من مرض الكورونا لمرض آخر. ممكن تكون أنت عندك معه تجربة خاصة خطة مع ابنك، والحمد لله أنه تم شفاؤه من مرض السرطان اللي هو كتاب ابني والصراع مع السرطان، كتاب سحر الشخصية وقوة الإرادة. خلينا نتكلم عن الكتاب ده. طيب شكرا. الحقيقة نحن تكلمنا عنه قبل كده، كانت في حلقة يعني طويلة. لا بس نحن نتكلم عن إنه المسج شنو من إنك أنت تطلع كتاب بمجرد ما إنه ابنك اتصاب بمرض العين زي كده. وأنا عندي محور تاني حرجع لك في نفس كويس. الإطار بتاع أطفال السرطان. جميل. هو الحقيقة السبب فيه صديقي الدكتور نور الدين سادي. نعم. نحن أصدقاء خالص يعني. فهو أصيب بمرض السرطان في نفس الوقت اللي أصيب فيه ولدي. ولدي كان بتعالج في بريطانيا وهو كان في جنوب أفريقيا وبعد ذاك في أمريكا في نفس الوقت ذاك. أنا بقول إنه لولا أنا كنت مشغول مع ولدي كنت همشي أقيف مع صديقي نور الدين. نعم. بعد ما شوفوا الاثنين نور الدين كان جاء الخرطوم هنا، واليونسكو كان يعني بعد الخارجية اشتغل في اليونسكو أدت زي قرض للسودان. طيب. لبناء مكتبة قومية. وزي اقترحوا إنه الدكتور نور الدين سات يكون مدير المكتبة. فقام اتصل بي قال لي أنا جيب تصور احنا جمعنا أي كتاب اتكتب في السودان أو عن السودان، ما في أي كتاب عن السرطان، وأنا حأكتب عن تجربتي بمرض السرطان. لأنه عندنا إحنا في السودان أساسا ما بنتكلم عنه، وبالتالي ما عارف إنه ما في حاجة كتبته كده. فبدت الفكرة في إنه كتابه هو وأنا أكتب له مساهمة. تشعبت القصة فهو كتابه صدر اسمه عايد من مملكة السرطان، وأنا كتاب الولد، والاثنين نحن كتبناهم وطبعناهم على نفقتنا وديناهم للجمعيات الخيرية الداعمة لمرض السرطان، وبالذات جمعية دعم مرض سرطان الأطفال. طيب وأنا جزء من بمناسبة الجمعية، أنت عارف إنه الأيامات دي يعني من خلال السوشيال ميديا نشطت حملات لعدد من المبادرات من جوانا أمل مراكز ركائز عفوا. نعم. لسرطان الأطفال وخلافهم بيتكلموا عن أنه تم إيقاف جرعة الكيماوي لأطفال السرطان في السودان. وأنه
حاليا بياخذوا الاطفال الجرعه بتاعت الكيماوي الا بمبالغ ماليه هائله، ممكن كثير من الاهالي ما بيقدروا يدفعوها، فشغالين شغل طوعي في تجميع مبالغ للجرعات الكيماوي. نعم، انا حقيقه بس سمعت الليله الخبر ده، وده خبر مؤسف جدا جدا. وانا عضو في جمعيه سرطان الاطفال اللي هي مركزه في نمره 2، وانزعجت جدا جدا. نتاكد من الخبر ده ونشوف كيف ممكن نعالج المساله دي، واذا احتاجت لجمع اموال وغيره يعني انا حاكون مستعد. نعم يعني ادخل واساعد في الحته دي مؤكد، واذا دعت انه نتكلم مع الدوله بانه دي حاجه غير مقبوله يعني. صحيح، سرطان يعني الاطفال ما عندهم دخل عشان يشتروا ادويه، ممكن يكون بسبب جرعه الكيماوي ذاته الماء ممكن ياخذوها او يلقوها، ممكن الطفل السرطان يموت. ممكن يموت طبعا. يعني انا ذكرت في الكتاب ده انه علاج السرطان مكلف جدا جدا جدا. نعم، فما حاجة أنت ممكن تقول للأهل ادفعوا لأنه ما حيقدر يدفعوا. صحيح، يكلف ملايين الدولارات. نعم، فزي ما قلت لك أنا بس سمعت الخبر ده الليل، لكن أول حاجة نتأكد ونشوف إنه شنو ممكن نتعامل. يعني إذا احتاج إنه نتكلم مع الدولة، نحاول نشوف جهة خارجية تتبرع بالعلاج، بالذات العلاج الكيماوي ده لأنه تكلفته عالية. نعم. طيب خلينا نتكلم عن خلاصة الحياة ما بين الرحلة وما بين المغامرة وما بين الوصول. نعم. حاليا أنت في مرسى الوصول. نعم. بعد مغامرات وحكايات وسفر وترحال. نعم. والآن رسوت. جميل. أنا الحقيقة لي فترة بكتب في كتابين، واحد شبه مذكرات عشان كده الذاكرة القديمة دي شغالة كويس. ما شاء الله. الحقيقة التجربة غنية جدا، يعني أكثر من 45 سنة متواصلة برا السودان. نعم. لما قلت أنا جابني إنه نظام الإنقاذ ده سقط لأنه بيحرق روحي أنا الدكتاتورية ديل. نعم. وأنا ما أزول سياسة يعني. نعم. والناس ما بيتخيلوا، يعني دائما مع أهلي وأصدقائي بقول لهم أنا حاسب إني أزعد زول في الدنيا، أنا رجعت السودان وسط أهلي وكده. بعدينك بس انا مشيت زي 3 شهور كده خلصت حاجاتي في بريطانيا وجيت، يعني بعد ما قعدت 6 7 8 شهور هنا يعني مشيت لقيت الحياه شبه ممله، يعني لا في كهرباء بتقطع، لا في صف بنزين، يعني بيقولوا هنا بتقيف في صف البنزين وتملى عربيتك، الشعور بالنشوه والسعاده دي ما بتلقاها هناك يعني. صحيح، هناك الحياه حياه عاديه بتكون دايم ما في شيء. بعدين مثلا ممكن يكون جارك 10 سنين ساكن معاك ما بيعرف اسمك وما بتعرف اسمه. هنا جارك هنا بكون عرف انت اكلت شنو امبارح، الكام ساهر، يعني الحياة جد عندها طعم. عندها طعم. فدلوقتي أنا في سعادة غامرة إن شاء الله، يعني دائما سعيد ومبسوط. بس حاجة واحدة بتألمني لما نمشي السوق، لأنه أنا أسرتي قاعدين هناك في بريطانيا بلاي، ما عندي التزامات كثيرة يعني، لكن لما نشوف الأسعار والله بنزعج جدا جدا، نشوف الناس المساكين والله متعبة، مرهقة نفسيا وماديا. أنا زي ما ذكرت لك قبل، إحنا جيران كن هنا، أول ما جيت كانوا زي عملوا الناس الحلة، يعني كل الناس بدهم كيس رغيف كده، كيس عيش، وانا باكل عيشه واحده في اليوم. فالصباح لقيت اولاد المدرسه ماشيين، قلت لهم عايزين عيش، شالوه كده بلهفه وفرح. كلمت 6 الشاي دعاك الله يديهم وكده. بعدين بدات افكر اذا احنا جوا البلد الناس اللي في الاطراف اللي ما رزق اليوم باليوم ده عايشين كيف؟ حيكونوا تعبانين اكيد، وعيش ذاته ربنا يعون الناس، لكن ما هي دي فتره اصلا الفتره دي كده، وان شاء الله ربنا يرفع لي. إن شاء الله. طيب خلينا ناخذ فاصل قصير أستاذ نجيب خليفة ونرجع نحاورك ثاني، محاورك شيقة جدا، نتابع. في حزين هنا بس في بطل، نحنا قويين جوانا أمل، نحنا قويين جوانا أمل. هنا ما في حزين هنا بس في بطل، نحنا قويين جوانا أمل.
كل النايمين صحصحوا يلا سوا نضحك ونلعب ونتسلى ما شاء الله اجمل طله اكبر من وجع ومن عله جوانا امل حلوه الايام حلوه نعيشه طير وفوق زي الريشه زي قطره تصف وتعريشه يوم نلقى شمس يوم ما فيش الدنيا دي كلها حقتكم فرشوا واملوها بضحكتكم بكره بنفرح بعافيتكم اسمعكم وتحكوا حكايتكم وانا امل بنحبوا الله رحيم بينا يدينا الصحه وبيشفينا اطفال ابطال تلمينا اطمن وتخاف في حزين هنا بس في بطل نحن قويين جوانا أمل نحن قويين جوانا أمل جوانا أمل أكيد مع أطفال السرطان ربنا يعجل بشفائهم. شكرا للفنان الشاب أمير. بنتواصل مع ضيفي من داخل الاستديو الأستاذ نجيب خليفة. خلينا نتكلم عن كلمات في حق من يعانون مع تجارب مرض السرطان. نعم، أنا الحقيقة خليني أقول إنه نحن السودانيين مجتمع مترابط وقوي جدا. لكن أفتكر عندنا مشكلة في مسألة المرض عموما. طيب. يعني المريض في المستشفى مظهر اجتماعي. ودوا الأكل جيبوا الأكل يعني كثير جدا نمشي مثلا زول عنده مريض في المستشفى نلاقي أهله لكن هو المريض ذاته في السرير بحس بشنو عايش شنو دي أفتكر حتى شوية فيها مشكلة. طيب. من المنطلق ده مثلا عايز أقول حاجة مرض السرطان مرض أنا سميته مراوغ ومخادع. نعم. ما بحب كلمة خبيث دي لأنه بيمشي وبيجي وبيتحور وإلى آخرهم. مشكلته مش المرض، مشكلته العلاج بتاعه بكل بساطة العلاج قاتل، يعني الناس لو ما أخذوا احتياطات معينة و ممكن يقتلك العلاج ما المرض. العلاج لأنه الكيماوي ده سموم بيدخلوها في جسمك. نعم. السموم دي بتضرب القصد منها تضرب الخلايا المتكاثرة دي اللي بتسبب الورم السرطاني. نعم. لكن في طريقة كده بتضرب خلايا تانية بالذات الخلايا المتجددة. نعم. أكثر خلايا متجددة في جسم الإنسان هو خلايا الشعر لأنه شعرك كل يوم يعني دقنك لازم تحليقها كل يوم. نعم. وخلايا اللسة والفم يعني لما عملت كده بتطلع الخلايا عشان كده دي بيضربون أول حاجة شعرك ده بيتحتى كله مش شعر راسك يعني رموشك وأي حاجة وبتبتدي الحتة دي تكون معرضة للبكتيريا. دائما احنا بنقول للناس اللي بياخذوا كيماوي لازم يغسلوا يعملوا ماوس ووش المضمضه بالهذا. أيوة. دي عشان تبعد لانه اللحقه دخلت الخلايا دي ما بتجيب بس في الفم بتخش المعده وبتعمل بلاوي شديده جدا جدا. دي الحاجتين احنا بنعرفهم. في حاجه أسوأ من ديل كلهم بيضرب خلايا الجهاز العصبي. انت ممكن تكون راجل لذيذ وفرفوش وكده وبتاع بدخلك في كآبه شديده جدا حاله ستريس ودبريشن ديبريشن شديد. بالإضافة لها دائما في بريطانيا هناك مرضى السرطان اللي بياخذوا كيماوي بيشيلوا المرايات من المستشفى عشان ما تشوف شكلك لأنه يعني فجأة تلقى ما عندك شعر وطبعا وزنك نزل وكل يوم شكلك بيتغير كل يوم شكلك بتزيد فبتخش في كآبة وعزلة يعني مشكلة كبيرة جدا جدا دايرة دعم شديد جدا جدا. فاللي بيعانوا وبالذات الأطفال لأنه الأطفال يعني أطفال يعني لسه ما استيعابهم ذاته يعني إن شاء الله ربنا يشفيهم حاجة مؤلمة جدا جدا هاي فربنا يشفيهم. وأنا طب متواصل مع الشباب نسيت اسمهم والله جونا في تدشين
مدينة الكتاب جنب المستشفى هناك، مجموعة شباب كده شغالين بطريقة طوعية بيدعموا أهل الناس اللي عندهم أولادهم بيتعلوا كده. طيب خلينا نتكلم عن الغد والتغيير ما بعد الثورة. نعم، ده محورنا الأخير معك أستاذ نجيب خليفة. شكرا. والله أنا والحاجة يعني سعيد جدا إنه أكون في السودان أحضر التغيير. دائما التغيير صعب جدا، الهدم سهل، يعني العملون ناس الإنغاز دمروا التعليم ودمروا بكل سهولة، لكن البناء زي ما كلنا عارفين يعني لو دارت تبني بيئة الأساسات والكذي بتشيل منك قروش كثير جدا عشان تأسس صح وتأخذ زمن. نعم. فالناس يعني لازم يتعاملوا مع الموضوع ده، ما دي ما حاجة بيتعامل بجرة قلم. يعني صحيح في معاناة شديدة، زي ما بيقولوا أخوانا يعني المتخصصين أخونا دكتور حمدوك وغيرهم، يعني هيكلة الاقتصاد وإزالة الشوائب دي كلها زي ما أنت مريض السرطان ده بتدي سم عشان تعالجه. فالمسألة ما داير الصبر بس داير عمل كمان. يعني أنا شوية بس بستغرب لأني ما شلق الشباب قاعدين ما بعرف مع بتاعين الشاي ديلو. الناس لازم تفكر تشتغل. ليه مثلا من ما أجي أخواننا الإريتريين الأثيوبيين شغالين في يعني دي كلها وظائف نحن ممكن نعملها، دايرة شوية مجهود يعني. فأفتكر دي حتى يعني أنا بدعو الناس كلهم كل زول يشتغل في مجال تخصصه ويسيب الكلام الكثير في التخصصات الثانية. يعني نحن ممتازين جدا في الإفتاء وكده. فالمرحلة مسألة بناء دايرة عمل الناس كلهم زي ما قال أخونا حمدوك، الناس كلها تبتدي تشتغل مع بعض عشان نبني زي ما قلنا حنبنيه، والبناء ده عايز مجهود. صحيح. شكرا جزيلا لك أستاذ نجيب خليفة، شرفتنا نورتنا. سعيدة جدا بأنك بتستعرض لنا عدد من الخبرات والترحالات ما بين البلدان العالم. شكرا جزيلا الله لك. يبارك فيك. شكرا. مشاهدي الأعزاء، وصلنا لختام حلقة اليوم من وطن الجماري، بكل تأكيد الأسبوع المقبل حلقة جديدة. في الختام تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء. ما شاء الله هجم الطلة أكبر من وجع من علة دوانا أمل. حلوة الأيام حلوة نعيشة، طيب وفاق زي الريشة، زي مطرة صفة تعريشة، يوم نلقى شمس يوم ما فيشة الدنيا دي كلها حقتكم، فرشوا واملوها بضحكتكم، بكرة بنفرح بعافيتكم، اسمعكم تحت حكايتكم وانا امل. بنحب الله رح يبانا يدينا الصحة وبيشفينا، اطفال ابطال تلمينا، اطمن ما تخافوا علينا في حزين، هنا بس في بطل نحن قويين.